من ذلك وكان ناصبيا. من هو الناصبي؟ المحقق شعيب الأرنؤوط يحقق يذكر حاشية يقول: وهم المنافقون المتدينون ببغض علي عليه رضي الله عنه. مو أنه فقط كان مسلما أو لم يكن مسلما، يقول لا لم يكن مسلما، كان ماذا؟ كان منافقا، وكان يدين بماذا؟ ببغض علي، سموا بذلك لأنه نصبوا له العداء وعادوا. هذا كلام